بالله اليعلى ناس الهوال مواليد 1941 ايوا كنت دراكي واحد 4 سنين مع خويا الله يرحمه مع خويا في شركة حسن مخدم واش عشت معاه 1960 والعائل وعمادي زيادو كلو طفو فوزاز ديال الطاس اللي مشى للجيش ديس دراسة اتحاد دراسة اتحاد خرج ابتدائي لا دراسة اتحاد وجا عاد كاسين وخرج ابتدائية ب 59 ما عمري خدمت انا خدمة ديالك خلق باش نقول بالنا ما بغيت شوف جزء ما تالا مشاو المعلمين ما بقيتش عروف صافي من الخرشي كانت فرصة عندهم انه كملوهم الله يعاونك هو باش كتعيش ما كنت زعما شي الحمد لله. كانت عندكم واحد الدار هنا حدا مصطفى المعالي تسموها دار الغيوان كانت ولكن ما هذاك اش كيقولوا لي سجيد العمده كان سيدي جاو جلاله بغاو تكون سميتهم جاو المشاهد بغاو تكون سميتهم خرجت هو كتب عليها دار الفنون تحيدت هذيك نصر دار الفكره ديال داك عبد الرحيم الدراوي اللي كان كان عامل في عندنا هنا في العمل هذا السنة هو هذيك الفكره قال لنا خصكم ديروا وفعلا وملي القوى والاراء كلها والتقاد كل شيء بغى سميتو تكون تما على يدي حنا الاولين واللي جا مرحبا به وداروا عليها دابا دار الفنون الشعبية اشنو كيديروا فيها اشنو كيعلموا فيها ما فيها تحت تحت يعني بقات هكاك ما شاء الله هكاك بهذيك السنين ديال راسي بغيت نسولك واحد السؤال اللي ديما كيحيرني هو على هذيك البراسلي اللي عندك في يدك هذا في 1970 شتو قديم بزاف 1970 منين كان الفكره واش ديال شي حد عطاه ليك ولا ديال لا انا شريته حيت داك الصد والرد حيت ديك الاله اللي كان داك البانجو يعني داك الصد والرد يلاه كاين عند حميد المراوي عمر الطنطاوي وفريد الأطرش يعني كنسمع الموسيقى هي درتو على العين ماشي على لامود على العين وهذوك اللي كانوا كيدير كون على لامود غندير واحد الكورمي ديال الدرب شي 60 متر ديال فهمتي لا هذا غير على العين خديتي هذا اللي باقي عاقل على الفكره 70 اللي خديتيه بالضبط مراكش من مراكش صافي لصق حر حر 54 عام سميتو بحال هو بحال الاخضر هو كما كتشوف وهنا كاين اللوز كاين اسيدي العين الفلات كاين السود حزن